بسم الله الرحمن الرحيم. دي سلالة ولف سكاي، المسافات الطويلة دي بنقول عليها يا جماعة الذهب الأسود. الذهب الأسود ليه بنقول عليها الذهب الأسود؟ لأنها غالية جدا، غالية جدا. دي أساسها هولندي، تركيبة بسم الله ما شاء الله، فرد شامل 3 دماء أو 4 دماء في بعض. الحمامات دي داخلها كايبر ماتير وجون أردن مايكل بوجوك وكايبر ماتير وماتير وفان روي، اللهم صل وبارك. من أقوى السلالات للمسافات الطويلة، سرعة قوة. لسه رميينهم امبارح من مسافة 75 كيلو، ساعة زمن كانوا موجودين. ان شاء الله كمان يومين 3 أو 4 أيام كده بالظبط هنرميهم من 100 كيلو ان شاء الله، لغاية لما نوصلهم لغاية الغردقة تاني. بواب قوية جدا، حاجة مميزة. الجتة الغامقة اللي احنا بنقول عليها الحدايدة او الحبشيات، اللهم صل وبارك. بواب قوية، الذهب الاسود. من يمتلك هذه السلالة كأنه عنده ثروة. بسم الله ما شاء الله. دي سلالة ولف سكاي للمسافات الطويلة، اللهم صل وبارك. مسافات طويلة فقط، معاك لغاية 1500 كيلو، روح زي ما انت عايز. يعني لغاية 1500 كيلو روح زي ما انت عايز. دول اهاليها في برشلونة، الفان وار روي اوائل برشلونة، 1600 كيلو، والجون ارض المايكل بوجيك اوائل برضه سواء في مصر او بره، الكايبر ماتيرن اوائل برشلونه بره وجوه وهنا،